إذن وطبيعة الحال باش نتعرف على هذه الفقرة قبل ما نستقبل الضيف. الفقرة أولا حتى نذكر بالفائز. سيارة وجوائز هامة في انتظار الفائزين. كامل الجوائز من أهداف فانتازيا التي تتبنى حلقة هذا المساء من مساء الخير. وفي معيار فانتازيا الجائزة جائزتان، جائزة مالية وجائزة لاقتناء إبداعات فانتازيا. هذا إذن الفائز. ومعنا الأستاذ سليم العريفي. أستاذ اليوم تليفونات قلت لي برشا قبلك. اي مكالمة قصيرة وعديدة جدا. نعم. والطريقة اللي توخاتها إدارة ترزة جديدة في 3 أرقام حلت مشاكل كثيرة. وبالتعاون مع البريد. الحمد لله. أحقاق الحق. أحقاق الحق ما جدنا حتى مشكلة. والحمد لله. ظل الأمور فردت والحاج. حاج شو اسمك سامح؟ سامح من ملوبي سلامة. كلم الخوي على باش يسمعوك بنياتك وليداتك أنا. سامح من ملوبي بن سلامة. صالح. صالح من ملوبي بن سلامة. عم صليح. هكا عيطوا لك ولا؟ كل حد يعيط. عيطوا لك صليح؟ والله كل حد يعيط. أما صليح باهي. دايما ما باهي. كيفاش سمعت بروحك ربحت؟ والله لا سمعتهاش. مالك كيفاش جيت؟ لا قالوا لي سمعت. سمعت. أنا مش حاضر في الواحد. تفرجت التلفزة؟ لا. علاش؟ تفرجت في ولدك نهار السبت كريم؟ نصلي العشاء ونخرج. تخرج وين تمشي؟ عندنا حانوت نقعدوا فيه. اش تعمل؟ نلعبوا الكارتة. تلعبوا كارتة؟ اي. شو روندا ولا؟ لا لص يهز الكل. لص يهز الكل. لص يهز الكل. ما انا جبت اللص معاك وجيت. قداش عمرك عم شهر؟ في 1970. اش معنى هذا؟ ما فهمتهاش. 1970 اش معنى؟ 70 يعني 69 و5 شهور. بالضبط. بالضبط. قداش مولود انت؟ 5 نوفمبر. 5 نوفمبر. 1922. شكون تخدم على الفرق؟ تكنيك. شنو التكنيك؟ النقل. النقل. شكون تلاقي في النقل؟ موتورات. موتورات. نتفرك الموتور. اي نعم. ترجعوا. نرجعوا. وعلاش ما عملتش بعد ما خرجت لانتريت حانوت نتاع ميكانيك؟ لا فيه بركه. والله عملت حانوت في الاول تو مسكر. شنو حانوت شنو؟ غلل وخضر وفحات وكل شيء. ما مشاش الامور. وحليب وكذا. يا خويا الحصر ما عادش نجم. ما نكذبش عليك. تحب روحك متفرهد؟ نحب نفسي متفرهد. قداش عندك صغيرات؟ 5 بلدات. 3 بنات و2 ولاد. الولاد يخدموا؟ والله واحد عاطل. واحد عاطل. والبنات متزوجات؟ عندي وحيده متزوجه وحيده متزوجه ومطلقه عندها بنيه. والوليد الاخر معرس عنده وليد. وهذا العاطل عنده 2 ولاد وعاطل. وانت وين تسكن؟ واد قريانة. واد قريانة. واد قريانة. ونهار دي صورتك التلفزه وقتاش تعمل غادي؟ ناخذ الكار ناخذ باب سعدون. في لعب خليك تقضي تقول لي ناخذ الكار؟ لا عاد ماني مروح الوقت هذاك مروح. هاك فلوس تدي يا ولدي. نعم 12 كيلومتر 14 كيلومتر كل يوم. كل يوم. كل يوم. باهي. تو ما قالوا لك جيت؟ قالوا لي جيت. باهي. وشنو النمر اللي قالوا لك عليه؟ والله كنت باش ناخذ 15 بمناسبة الشهر الفضيل هذايا في 15 مشاع روح. اي و 27 مشاع روحه. 27 مشاع روح. ناخذوا نمرو 5 فمشي الله يعني عدد عمرنا. 5. باهي. 5 نوفمبر يعني ناخذوا نمرو 5. مولود 5 نوفمبر. اي نعم. 1922. هك. قداش يجيب 400 دينار. وهنيئا لك يا حاج. ترى كل شيء ببركه. باهي يا حاج. نهار مبروك على 5 نوفمبر نتاعك نتاع يوم الولاد. تو ننتبه جيدا باش نشوف شكون يجي بعد العم صليح في هذه العدسه المفاجئه. وجولتنا المفاجئه هذا الاسبوع كانت في المهديه. Yeah.